السلام عليكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنواصل المحاضرة الثالثة. المحاضرة هناك كانت على السيل ستراكشر اند فانكشن، المحاضرة الثانية كانت على البرين ترانسبورت. وقلنا إن في حاجة اسمها إن في ترانسبورت بيبقى باسيف، ترانسبورت بيبقى أكتف. الباسيف قسمناها هل هي سيل ديفيوجن ولا فاسيليتيتد ديفيوجن. وعلى فكره بنحط مع الـ مع الـ مع اللي هو الباسيف بروسيس بنحط حاجه اسمها اوزموزس، بس دي هنشرحها ان شاء الله كمان شويه. علقنا احنا على السيم ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن، حتى عملنا فيه مقارنه، قلنا فيه كونتراست كده ما بين ايه اللي بيخلي السيم ديفيوجن يفرق عن الفاسيليتيتد ديفيوجن. ودينا اكزامبلز الامثله للحاجات اللي بتعدي عن طريق السمبل وكذا. والفيزيت ديفيوجن هم حاجتين، يا اما شانل ميديت ديفيوجن يعني ترانسبورت عن طريق الشانل، او ترانسبورت عن طريق الكارير. وبعد كده قلنا الاكتف بروسيس بالنسبه للترانسبورت حاجتين، يا اما اكتف ترانسبورت يا اما حاجه اسمها فيزيكولار ترانسبورت. والاكتف طبعا شرحناها حاجه اسمها برايمري اكت ترانسبورت، سكند اكت ترانسبورت. تعالوا النهارده نشوف الفيزيكولار ترانسبورت. فيزيكولار ترانسبورت اللي هو من اسمها كده اللي هو ترانسبورت بايا او ثرو فيزيكال physical formation، ترانسبورت عن طريق تكوين حاجه اسمها physical اللي هو حوالي صلع. والفيزيكولار ترانسبورت هو عباره عن حاجتين، حاجه اسمها ازاي ان السيل تاخد الحاجه الاوتسايد للانسايد اسمها ابتيك، او بتعمل او العكس بقى سكريشن، هي بتفرز يعني هي بتفرز ماده معينه والماده ديت بتطلعها بره السيل، بره السيل نسميها اكسوسايتوزس، اكسوسايتوزس بينما دي اسمها اندوسايتوزس. الفيزيكولار ترانسبورت دوت له برضه اسم تاني ساعات بنسميه بالك ترانسبورت. يعني ايه كلمه بالك؟ يعني كميه كبيره. يعني بقول لك ان الترانسبورت دوت انت مش بتنقل اللي هو الترانسبورت عادي، ممكن مثلا تنقل 1 مليون مثلا او 2 مليون في نفس الوقت، لا احنا بتنقل كميه هائله من النفوذ مره واحده، عشان كده بنسميه بالك ترانسبورت. طيب تعالى نشوف اللي هو الانسايتوز. الانسايتوز ده قال لك برضه هتلاقي عندك متقسم دي ثلاث حاجات، حاجة اسمها فاجوسايتوزس، فاجوسايتوزس، وحاجة اسمها بينوسايتوزس. فاجوسايتوزس كينوسايتوزس، وفي حاجة اسمها ريسبتور ميديتد، ريسبتور ميديتد انوسايتوزس، ريسبتور ميديتد انوسايتوزس. طيب ماشي اوكي، واحدة واحدة بالراحة كده. هنتكلم على الفاجوسايتوز اول، ده اللي عندك السيل ممبرين اهو، ده السيل ممبرين. طبعا فاجوسايتوز استعد بنسميه اللي هو طبعا وصل عندكم اللي هو السيل ايتنج اللي هو الخليه بتاكل. هنا اكمن بيبقى في ابتيك لكميه هائله من الفلويد، والفلويد طبعا في ديسولفد بارتكلز، فده بنسميه كانها تشرب ميه، بنسميه سيل درينكينج، سيل درينكينج.
سيل تركي. طيب سيل اي تي الخليه بتاكل تلتهي يعني ماشي. هنا سي ان هنا في بارت لارج بارتكل لارج بارتكل وليكن مثلا بكتيريا مثلا ودي السيل زي السيل ديت هتلتهم البكتيريا فالسيل وول بيجي يحصل له انفجينيشن او بيكون حاجه اسمها يعني في جزء او بيكون حاجه اسمها اقدام الاول طبعا حاجه اسمها اقدام نسميها سودو بوديا. سودو بوديا معناها اقدام سودو بوديا قدم واحد. الاكستنشن ده من السيل ممبرين هو طبعا عايز يحوط على مين؟ يحوط على الميكروب البكتيريا. خلاص هي كده يعتبر عملها يعني خدها وقعت في المصياده زي ما ماشي. وبعد كده التو اندز دول بيحصل بيعملوا فيوجن مع بعض خلاص. يبقى كده بقى اصبحت مين بقى؟ طبعا ده السيل اللي بره اسمه ايه؟ اكسترا سيركلود. ده طبعا انترا سيركلود. بعد شويه هنلاقي بقى هنلاقي ال تو ممبرينز بقى مسكوا اتلحموا ببعض والفيزيكال دخلت مين؟ دخلت يبقى كده في فيزيكال هي كون فيها جزء ضئيل من الاكسترا سيلولر فلويد وعندك هنا اللي هي البارتكل اللي هي البكتيريا دي اخذتوها حتى كمان في السيرجي دي بنسميها بقى سميها فاجوسو فاجو سو. تيجي طيب احنا عايزين نقتل البكتيريا دي نعملها تاني مين اللي هتقتل البكتيريا دي؟ الانزيمز اللي موجوده في اللايزوسوم. تيجي اللايزوسوم اللايزوسوم تيجي طبعا بتحتوي على هيدروليتيك انزيم سترونج هيدروليتيك انزيم اسيديك انزيمز حوالي 40 نوع 40 نوع من الانزيمات دي تتحد يتحدوا مع بعض هو الفاجوسوم مع اللايزوسوم والحاجة اللي بيسموا حاجة اسمها فاجو لايزوسوم يعني بعد شوية تمام الإنزيمات طبعا تبتدي تكسر البكتيريا والناس العملية دي طبعا أنا بنستفيد منها إن الخلية الأول تخلصت من الأورجانيزم أو من الإنفيدر من الحاجة اللي غزت الجسم دوت وفي نفس الوقت إن هو السيل وول بتاع ماشي يا باشمهندس السيل وول بتاع البكتيريا شكرا في كربوهيدرات في ليبيد في بروتين في كائن وان فالحاجات دي بتتكسر دي السيمبل فورم يعني البروتين كسر الامينو اسيد مش عارف الكربوهيدرات والجلوكوز الحاجات دي كلها السيل بقى بتستفيد منها في انها تصنع مواد بقيه البوائي بقى برضو يعني دي كانت نقطة برضو مش تقريبا نسيت اقولها الله يسوم اخرج بقى اللي هو الاندايجستد بارتكل يعني في جزئية بقى ما مش خلاص الله يسوم مش قادرة تاكلها ده نسميه اللي هو الريزيدوال هنا مثلا هيطلع مثلا بعد ما الانزيم بتاكل تم ديستراكشن كذا هيطلع مثلا امينو اسيد جلوكوز كذا كذا طيب المواد بقى اللي هي اندايجستد المواد ما خلاص مش عارفة الله يسوم تكسرها دي هتبقى زي زبالة كده نسميها الزبالة، زبالة الجامعة خلاص ما احنا عايزين نخلص منها. ففي الحالة دي نسميها في الستراكشر دوت بنسميه ريزيدوال بادي اللي هو بعد كده بيعمل حاجة بقى اسمها اكسيتوزيس يبتدي المكونات دي الخلية تنفخها بره الايه؟ بره السل عن طريق عملية اسمها اكسيتوزيس. طيب ماشي عمليه الفاجوسايتوز ديت ما تفكرش ان هي سبيسيفيك ليه؟ لان انا بقول لك بتاخد يعني خليه بتعمل ابتيك للارج بارتكل لارج بارتكل ده مش شرط يبقى بكتيريا هي تعتبر نون سبيسيفيك بروسيس بس هي يعني ممكن اسميها سبيسيفيك بالنسبه للبكتيريا في حاله نوع معين من الخلايا مثلا زي الواي بلاد سيلز دي ان شاء الله ناخدها ان شاء الله في البلاد او خلايا تانية برضه تبع البلاد سيلز برضه الواي بلاد سيلز ما ماكروفيج حتى اسمها ماكروفيج فيج فيج يعني يجتهد هي جاي من تاج ماكرو يعني عملاق الخلايا ديت لا تتخيل سبحان الله
في خلال ساعة بتلتهم ربع 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 الحجم بتاعها. خلال ساعة تلتهم على ربع، تلتهم ربع دي ربع الحجم بتاعها. وفي خلال ساعة عشان كده سموها ايه يعني، يعني الالتهام بتاعها عملاقة، يعني عملاقة في الالتهام اسمها ماكرو فريج، ماكرو فريج. طيب تعالى معايا لل واحد سكر عالي وسكر خاطي سكر ليه. المهم نيجي للخطوة الثانية يا شباب معايا، النوع الثاني من الانسوليتوز هو بينوسيتوز اللي هو بسميه سيلدريك. ده هيتم ازاي؟ عادي خالص اهو، ده السلم فين برضه اهو، ده السل وهنا في بارتكلز معينه مثلا، البارتكل دي ديسولفد ان ووتر، وده اللي هو اللي هو الاكسترا سيلولر. نفس الكلام هنا بقى هيحصل حاجه اسمها انفجينيشن بقى. كنت انا هنا قلت السل عملت حاجه، السل دي عملت حاجه اسمها سيدو بود، افضل كده اقوم جايب سراوند البارتكل وخلاص وخدتها. هنا بيحصل انفجينيشن للول سمول بيت كده، اي حفره حفره صغيره كده تقوم جايه فيها البارتكلز مع مع الميه طبعا مع الووتر بس. وبعد كده خلاص بعد كده بيحصل بقى ايه الكون، يعني شبه شبه فيزيكال يعني. بعد كده بيحصل بنش اوف، بنش اوف معناها ايه؟ تتقطع يعني الفيزيكال دي قطع، والممبرينز بعد كده بيحصل سيلينج ان دي بتيجي مع ان دي ويكون مين فيزيكال بقى. الفيزيكال دي برضو هتتحد برضو مع مين؟ مع اللايزوسوم، تحت مع اللايزوسوم. طيب العمليه دي بنسميها بينوسايتوز. بينوسايتوز في بقى النوع الاخير ريسبتور ميديتد اندوسايتوز. ريسبتور ميديتد اندوسايتوز هنا برضو دي بقى سبيسيفيك، النوع ده بالذات بنسميه سبيسيفيك. النوعين دول تعتبروا نون سبيسيفيك، يعني دي بتتم اي نوع من الخلايا بس دي اكتر بالوايت بلاد سيل. دي كل الخلايا بتاع جسمك بتعمل فيه سيتوز. دي سبيسيفيك يعني ايه بقى؟ قال لك ده في ريسبتور هنا، في ريسبتور موجود في السلم البريد. اتكلمنا قبل كده قلنا دي البروتين اللي موجود في السلم البريد انتجرال او بيرفورم، ممكن بالذات الانتجرال اكت از ريسبتور، مش شركه ريسبتور. بقى بيجي هنا في ماده معينه مثلا اهي، وليكن الماده دي يا جماعه مش موجوده عندك المثال بتاعها بس انا احفظها، لو دينستي لايف بروتين، حاجه اسمها لو دينستي لايبو بروتين. اللو دينستي لايبو بروتين ده ده بنسميه الباد كوليسترول. في حاجه اسمها باد كوليسترول وفي حاجه اسمها جود كوليسترول. الجود كوليسترول او الكوليسترول اللي هو الجيد بيبقى هاي دينستي. المهم ده برضه ده موضوع في البايو كيمستري. اللو دينستي لايبو بروتين هنا ده يعتبر موليكيول، هو فيه بروتين بس هو مليان كوليسترول. مليان مين؟ كوليسترول. فالخليه عشان تتخلص ده مثلا ليفر سيل مثلا عايز تخلص مين؟ من الكوليسترول قاعد في البلد اهو، قاعد في البلد خلاص. انا عايز اقلل الكوليسترول في البلد، فايه بقى الريسبتور موجوده على السيل دي، ولكن السيل دي هيباتك سيل، و الموليكول دي بايند مع الريسبتور. وبعد كده بيحصل نفس الكلام، بيحصل قلنا زي ايه؟ انفجينيشن في بروتين معين كده، مش عايزين الدنيا حاجه اسمها كلاثرين، موضوع كبير بس بلاش يعني. المهم البروتين بارتكل دي بتعمل بتخلي الممبرين يحصل له انفجينيشن، يعني يدخل لجوه نفس الحركه. لما يدخل لجوه تخيل بقى هيبقى المنظر عامل ازاي؟ يبقى كده مثلا سميها سمول بيت. يبقى عندك هنا ده ريسبتور اهوت وشايل وطبعا متحد مع مين؟ بنسميها اللايجن الماده اللي هينقلها، يعني اللي هي الكوليسترول مثلا. بعد كده
برضو بيحصل بنش اوف يعني الفيزيكال دي قطع برضو بروتين معين اسمها ادابتن برضو مش هقولنا مش عايزين نتوسع. المهم بالحق خلاص بقى بعد كده دخل يبقى كده الفيزيكال دخلت فين جوه السيل. اللي برضو بيحصل بعد كده برضو لايسوم او يحصل هيدروليسيس. بس تقول لي طيب الريسبتور ده يقول لك طب ايه ذنب يعني انا بنقل الماده بساعد في انتقال ماده من بره الخليه لجوه الخليه ومن بقى اللايسوم لو هنا هتاكل الريسبتور لا الريسبتور يا جماعه بيحصل له يعني بيبعد خالص وبيصير اسمها ريسايكل يعني يرجع تاني لمين للسيل ميمبرين. الماده اللي هتتكسر اللي هي البرايت بروتينز او اللو دينستي دي اللي هنتعامل معاها. المهم اللي انا بديك مثال بس مين لحاجه اسمها زي الخليه بتعمل ابتيك لمين للو دينستي بروتين عن طريق سبيسيفيك ريسبتور. هو انا ليه بعلق على الحته دي؟ ان شاء الله في تاني طب يعني تاخدوا بايوكيمستري في حاجه اسمها نوع من امراض اللي هي اسمها هايبر ليبيديميا اللي هي يقول لك ده المريض ده عنده زياده في الدهون في الدم. ففي نوع كذا نوع يعني بيبقى هيريديتري يعني حاجه وراثيه بيبقى فيه احنا قلنا الريسبتور ده بروتين انشا والبروتين ده بيصنع منين؟ الدي ان ايه. فممكن يحصل حاجه اسمها ميوتيشن طفره تبوظ البروتين يعني تبوظ الريسبتور. الريسبتور ده ما بيبقاش افكتيف يعني الريسبتور ده ما يشتغلش وبالتالي الحاجه دي الليبر سيل مش هيعرف تاخد مين ممكن الكوليسترول يفضل مين عالي في الدم يعمل حاجه اسمها هايبر كوليسترولميا. مش يعني انا بس بديك اهميه الحاجه اللي بشرحها لكن هتاخدها بعدين. في بقى هنا حته جميله جدا في ساعات بقى فيروس كده بيعمل تريك يعمل اللي هو احتيال يعني فيروس زي الايدز مثلا او فيروس بتاع الهيباتايتس او بتاع البوليو لما يجي يدخل جوه السيل برضه بيتحد مع ريسبتور فالخليه بغلبانه بتاخده كانها مثلا بتاخد ماده معينه وتطلع في النهايه ان ده مين؟ ان ده فيروس. فممكن الريسبتور مديت الانسيتوزس ده في بعض انواع الفيروس بتدخل الخليه بنفس اللي بنفس الطريقه. طيب تعالى بقى مين كده خلصنا مين؟ الثلاث انواع بتاع الانسيتوزس. نيجي للاكسوسيتوزس. احنا قلنا يا شباب الاكسوسيتوزس العكس. العكس يعني يعني بدل ما بعمل ابتيك الماده اوت اوف ذا سيل بتطلع بره دي وليكن مثلا انت عشان تفهم مثلا وليكن هرمون زي الانسولين. احنا الانسولين ده بروتين طيب بروتين هرمون طيب مين اللي بيصنعه؟ بيصنعه برضه الخلايا معينه في البنكرياس اسمها البي سيلز. هذه الخلايا مين اللي بيصنعها؟ الراب ان بلاد مش نكرب هو اللي بيصنع البروتين. وبعد كده قلنا بيحصل له موديفيكيشن مين في الجولجي. بعد كده الجولجي تعمل باكج يعني تعبيه فيزيكال وفيزيكال دي بتبقى للاستيراد يعني اكسبورت تطلع بره السن. ازاي بقى الفيزيكال دي هتطلع بقى بالهرمون بره السن؟ عشان الهرمون يمشي فين؟ يمشي في البلد. ف الفيزيكال مثلا هذا الفيزيكال اهي وجواها مثلا بروتين معين تتحرك لحد ما تصل مع الممبرين وتعمل فيوجن مع السيمبرين وبعد كده بيحصل اوبننج والماده اللي هي المفروض يحصل لها سكريشن تطلع بره الخليه. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاكسيد. ولكن انتوا عندكم بقى هنا هي بطريقه معقده مش سيمبل زي ما انا رسمها كده. تقول لي ازاي يعني؟ بس لازم تفهمها لان انا باجي اشرحها لك برضه في الايه؟ النيرف فيزيولوجي. حاجه توكسين في توكسين سامي كده اسمه بوتيولينم توكسين. بوتيولينم توكسين. ايه بقى البوتيولينم توكسين ده؟ نوع من انواع فيه نوع من انواع البكتيريا هي اللي بتطلع الماده السامه دي التوكسين. بيعمل ايه التوكسين مثلا؟ هي مشهوره عندنا في مصر مثلا في حكايه شم النسيم بيبقى الفسيخ اللي هو المعتن ده ولا بتاع فسيخ مش ملح كويس. البكتيريا دي بتنتعش في الفسيخ ده فيجي الشخص ده ياكل الفسيخ يطلع التوكسين دوت يحصل له الخطوره بقى يحصل باراليسيز للريسبيراتوري مصر
مثلا باراليس الريسبيرتوري ماسل، الريسبيرتوري ماسل معناها خلاص معناها مش هيتنفس خلاص يموت يموت. فبنلحقه بحاجه اسمها انتي توكسين. جت الفكره ان اوضحها اكتر بقى. هي البيزيكال ديت بتحصل لك فيوجن مع السلم برين. ازاي ازاي بتعرف ان ده السلم برين؟ ازاي بتعرف يعني ازاي البيزيكال دي بتعرف ان ده السلم برين عشان مين تتحد معاه؟ ففي يعني مثلا ده بيبقى عنده علامه، ده عنده علامه معينه، فالاثنين لما بيتعرفوا على بعض يعني الحاجة البروتينية اللي هنا والحاجة البروتينية اللي هنا تعرفوا على بعض خلاص يحصل بقى فيوجن. ايه بقى المادة دي؟ يعني مثلا احنا قلنا دي بيزيكال اي ماشي، وازاي بيحصل لها فيوجن مع سيلين برين؟ ففي مادة بروتينية اسمها سنار، اس ان ار اي سنار، اللي طبعا كل حرف فيها اسم يعني اسم يعني مش الماده اسمها كده، ده دي اسمها سولوبل مش عارف مين ان مش عارف كذا، ماده معقده جدا مش احنا بغينا عنها اعرفها، بس اسمها سنار بروتين. السنار بروتين دوت ده موجود على الايه، على في السلم برين بتاع الايه البيزيكال بنسميه دي دي. وفي هنا برضو في برضو سنار برضو هنا سنار اس ان اي ار اي، بس بسميه تي تي سنار. تي تي يعني تي جاي من كلمه تارجت اللي هو الهدف بقى، الهدف الايه اللي الفيزيكال راح له ماشي. فلازم البروتين اللي هنا البروتين اللي هو السنار بتاع الفيزيكال يتعرف على السنار بتاع اللي هو بتاع اللي هو بسميه تارجت او تي اللي هو بتاع اللي موجود في السلم، لازم يتعرفوا على بعض. لما بيتعرفوا على بعض خلاص البيزيكال بتلتحم بالسلم برين وخلاص. وفي الحاله ديت لما بيحصل لها فيوجن مع السلم برين بتقوم جايه مطلعه مين؟ يحصل هول كده، يحصل فتحه او تضربشه في فرقه يعني، وتطلع مين؟ المحتوى بتاعتها. طيب تقول لي طب وين المشكله دلوقتي؟ المشكله دلوقتي اللي هي حكايه بقى اللي هو البيتيرون توكسين ده، افهم صح مع بعض. انت عندك ده خدنا في الاوتونومي العصب دوت اللي هو سوماتيك، سوماتيك نيرف دوت رايح للسكيليتال ماسل، رايح للسكيليتال ماسل عظيم. طيب احنا قلنا السوماتيك نيرف دوت اللي هو لما بيروح للسكيليتال ماسل قلنا المنطقه دي اسمها ايه؟ اكيد انتوا فاكرين شطار هي نيورو ماسكولار جنكشن. كان هنا الميديكال دي بتطلع عشان تتحد مع السلم برين طبعا برضو يا خلي بالك هنا بقى في سنار اللي هو بي 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 سنار، وهنا في اللي هو تي سنار ماشي. نفس الفكره هنا، نفس الفكره ازاي بقى الفيزيكال دي اللي هي كونتيننج اسيتيل كولين او كولين ازاي دي تطلع يعني تعمل ريليز من الاسيتيل كولين؟ نفس الكلام دي سنار لازم يتعرف على مين؟ على تي سنار. في الحاله دي هيحصل فيوجن وبعد كده اللي يحصل ريليز للاسيتيل كولين، قلنا اللي هو بيدير مين؟ يتحد مع ريسبتور، لو انت شاطر فاكر الريسبتور ده اسمه نيكوتينيك ريسبتور، ويدير كونتراكشن. ويدير مين؟ يدير كونتراكشن. طيب تقول لي ايه المشكله بقى؟ المشكله ان السمار بروتين دوت ده يعني يعتبر هيدروليتيك انزيم، يعني هو يعتبر اصلا كانه انزيم بروتوليتيك انزيم اصلا. هذا التوكسين اللي هو اصلا يعتبر بروتيز او بروتيز انزيم بيكسر البي سنار يعملها ديستراكشن، يبقى كده الخليه الفيزيكال بقت عاميه، الرادار بتاعها اللي كان بيوجهها هو البي دي بي سنار. السنار دي اللي هو البي سنار حصل له ديستراكشن خلاص، فكده الخليه مش عارفه تروح لمين؟ للسلم برين، وبالتالي ما بتعملش فيوجن مع السلم برين، وبالتالي ما فيش نو ريليس لمين؟ ها؟ نو ريليس اوف اسيتيك كولين، وبالتالي يبقى نو ايه بقى؟ شطارها نو كونتراكشن. الماسل يحصل لها ريلاكسيشن. اخطر حاجه طبعا
الماسل بتاع الريسبريشن اللي هي الدافرام محركه الاكسنال انتركوستال ماسل والانترن الماسل دي لو حصل لها باراليسس لانها تعتبر سكيلتال ماسل خلاص العين ما يتنفس. بس ساعات بنستفيد منها على فكره احنا كدكاتره التوكسين ده زي هو قال لو انت عندك ماسل عام بتدير كونتراكشن طب انا ممكن اخليها تدير مين ريلاكسيشن ساعات بيسموه عمليه تجميل بنسميه في حاجه كده اسمها بوتوكس بوتوكس ما هي دي بقى هي دي بوتوكس بوتوكس هي اصلا ماتيريال توكسين بتقول لي طب يا دكتور ده كده انت كده هتموت العيال لا ما هو يا جماعه ده بيتحقن لوكال ما بيتحقنش عام يعني في اسباد في مصر في منطقه معينه بنعمل لوكال انجكشن يعني بس ده لك بس معلومه كده تعرفها بس خلاص نرجع كده خلاص كده خلصنا اللي هو الانسيتوز والانسيتوز او اللي هو الفيزيكولار ترانسبورت هناخد بقى اللي هو اليونت اللي هي الثالثه اللي هي بتتكلم على البادي فلويد والسمولاريتي والسمولاليتي مواضيع جميله هنشوفها دلوقتي والاوزموزيس